مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون يوم الثلاثاء 6 شباط فبراير؟ اليوم القمر موجود ببرج القوس، لكن فقط حتى الساعة 2:10 بعد الظهر توقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج الجدي. الجو إذن منقسم، فينا نقول هذا اليوم مقسوم إلى جزئين. يلي عم بيتابعني بالقارة الأمريكية من الصبح فينا نقول إنه القمر موجود عندهم ببرج الجدي، إذن تابعوا كيف بده يكون هذا اليوم. البداية مع برج الحمل، يلي طبعا تأثيرات القمر برج القوس أفضل وأريح من تأثيرات القمر برج الجدي. شوفوا شو بدكم تعملوا، كيف بدكم تظبطوا أوقاتكم لحتى نهاركم يمرق بطريقة جيدة وتكون نهاركم فعال وتربحوا كل لحظة حلوة في هذا اليوم. طبعا كل موالي برج الحمل محظوظة بهذه الفترة، لكن خلوا عينكم على شغلكم 7 و8 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، طبعا القمر من برج الجدي تأثيراته كتير مهمة وضرورية، وانتو بحاجة لكل لحظة حلوة في هذه الفترة. القمر من برج الجدي مساعد، طبعا بيعطيكم تأثيرات كتير حلوة بسبب مثلثات كتير كبيرة ومهمة جدا جدا وقوية، مثل القمر، مثل الزهرة، ومثل الكوكب المريخ. ما ناقصكم شيء أبدا مواليد برج الثور، حتى ولو القمر كان موجود ببرج القوس. كلكم محظوظين. برجع بكرر، 28 29 نيسان أبريل، مواليد 5 6 و7 أيار مايو. بالنسبة لبرج الجوزاء رح يرتاحوا شوي موالي برج الجوزاء لما القمر بيترك هالمعاكسة من برج القوس وبيروح لبرج الجدي. ترتاحوا شوي، ما معناتها انه خلص يعني انه ربحتوا اللوتو، لا، لكن ترتاحوا شوي. المعاكسة طبعا ما حدا بيحب المعاكسة، لكن احيانا تأثيراتها حلوة، بتحمل لمواليد مثلا انتو هذه المعاكسة، قد تحمل لقاء أو يمكن حتى مواجهة، ويمكن حل لي يعني موعد كتير مهم. كل ما كنتوا رايقين كل ما ربحتوا. الأكثر حظا 6 7 8 حزيران يونيو، 21 22 أيار مايو. برج السرطان، القمر من برج الجدي بيعاكسكم شوي، يمكن بنرفزكم شوي، يمكن بيزعجكم شوي زيادة. في احتمال انه مواليد برج السرطان اليوم قبل الظهر تكون مرتاحة اكثر، بعد الظهر اعملوا حساباتكم، في شيء ما، شخص ما، ظرف ما بيدخل على الخط وبغير الظروف. ما تزعلوا من شيء ولا يهمكم شيء، الوقت عندكم نوعية الوقت جيدة، يمكن يكون في ارتباط، يمكن يكون في لقاء كتير مهم انتم بأمس الحاجة له عم تدوروا عليه. 29 30 حزيران يونيو، 19 20 تموز يوليو الاكثر حظا. بنكمل مع برج الاسد مواليد، سوري هيدي بسين يعني. هيدا بسين عم بيعيط لمرته البسيني، مهضومين كتير. بالنسبة لبرج الأسد، مواليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود ببرج القوس، تأثيراته مهمة جدا. مواليد برج الأسد كتير بهمكن تلحقوا أشغالكم، كل شيء والقمر موجود ببرج القوس، تأثيرات حلوة ورائعة وإيجابية، وانتو بأمس الحاجة لها لأنه الشمس معاكستكم، وطبعا بلوتو معاكسكم. لما بيروح القمر لبرج الجدي رح تدخلوا بمرحلة من تعب إضافي، فرجاء رجاء هذا اليوم بحاجة إلى ترتيب، خاصة 23 24 تموز يوليو يلي معاكسون بلوتو. بالنسبة لبرج العذراء، القمر برج الجدي هو متنفس لإلكم اليوم، هو فترة رائعة وفترة حلوة، أنتم بحاجة لإلها، فترة إيجابية بتعطيكم الزخم اللي بدكم إياه، بتعطيكم القوة اللي بدكم إياها، بتعطيكم الإرادة الحلوة اللي بدكم إياها، فترة بعتبرها كتير إيجابية وناجحة لمواليد برج العذراء، خاصة يلي بحاجة لإلها هي مواليد 30 آب أغسطس، 29 30 آب أغسطس. فما تزعلوا حالكم، القمر برج القوس يمكن بيزعلكم شوي. بنكمل مع برج الميزان، مواليد برج الميزان طبعا القمر من برج القوس بيخفف عليكم، بيخلي نهاركم يكون خفيف نظيف، في ايجابيات، في همه، في حل، في اخبار حلوه، في زيارات حلوه انتم متوقعينها او منكم متوقعينها. بعتبر مواليد برج الميزان اليوم نهارهم حلو، حتى لما بيروح القمر لبرج الجدي رح بتضلكم محظوظين، ورح بيضل الحظ معكم، ورح بتضل ايجابيات معكم، لكن شوي بتكونوا حساسين زياده عن اللزوم، ف بدكم تطولوا بالكم، تكونوا صبورين صبورين صبورين، بيمشي الحال. اصلا الفلك ممتاز معكم، 23 24 سبتمبر الاكثر حظا، 8 9 10 اكتوبر.
برج العقرب قبل الظهر وبعد الظهر مهمين جدا، قبل الظهر بتكونوا سيريس شوي، بعد الظهر سيريس لكن سريعين الحركة، نشيطين، عندكم سرعة خاطر، قوة إرادة، ما في شيء بيوقف بدربكم. بعتبر مواليد برج العقرب اليوم مهمين ومن الأشخاص الأقوى في تسيير أمورهم وفي إدارة أمورهم وحتى أمورهم العائلية والشخصية، بس بده يطول باله 11 و12 نوفمبر على حاله وعلى صحته وعلى أحبائه. بالنسبة لبرج القوس قبل الظهر وبعد الظهر اثنيناتهم مهمين، لكن طبعا وجود القمر ببرجكم قوي جدا جدا جدا، بتعرفوا حالكم شو بدكم، عارفين الأمور كيفية، بتمشوا الأمور مثل الساعة وبتديروا الأمور، بتبرموها فوقانة تحتاني من دون ما حدا يدرى، يعني بلحظة بتعملوا اللي بدكم إياه، لكن ضروري تكونوا هادين ورايقين وتخلوا البسمة على وشكم. إذا ما أخذتوا قراراتكم بعد في عندكم وقت للساعة 2 بعد الظهر توقيت بيروت. برج الجدي طبعا نحن حكينا عن هذا الموضوع ببرجكم الاسبوعي، حكينا انه كل شيء والقمر منه ببرجكم، الامور بتكون هاديه على نار خفيفه، فحاولوا مواليد برج الجدي تنطروا تكونوا صبورين ليوصل القمر لبرجكم، يعني للساعه 2 و10 بعد ظهر توقيت بيروت لتتحسن الامور ويبلش يركض ركض الوقت، والا كله زهق وضجر، لكن حضروا حالكم، خلوا عينكم على الساعه وشوفوا وخبروني وبعتوا لي خبر على الكومنتس. ما تتسرعوا مع القمر برج القوس نصيحة. منروح طبعا لتأثيرات كوكب المريخ، كوكب المريخ بقلكم انتبهوا، مواليد 14 15 كانون الثاني يناير سوء اعمالكم، الزهرة تأثيرات حلوة عند 5 6 7 كانون ثاني يناير، وامور رائعة حلوة من اورانيوس والمشتري 30 31 ديسمبر، ايضا 11 12 كانون الثاني يناير، مهضومين مواليد برج الجدي وقوية. منروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو يلي بيناسبكم اليوم هو القمر برج القوس 100%، هو الفعال. القمر برج الجدي اليوم ما بينفعكم بشيء، بالعكس اذا بتلعبوا ورقتكم رابحه بتخسروها، لذلك معكم لاثنين وعشرة بعد ظهر توقيت بيروت لتخلصوا كل شغلكم، والا بدكم تنطروا للخميس الساعه 4 بعد الظهر توقيت بيروت. من هلا لوقتها حكيت بالابراج الاسبوعي، ما رح كرر هذه النص، ارجعوا اسمعوا كل شيء، والقمر برج القوس انتو ربحانين، ماشي حالكم قوية وناجحين وما في شيء بدربكم، مهضومين والناس كلها حاطة ايدها بايدكم، بعدين بينسوكم ومثل ما بيقولوا الدنيا طالعة نازلة، الدولاب طالع بتطلع كثروا الاصحاب وبنزل كلهم هربوا على اولاد صباح حبيبتنا. اذا مواليد برج الدلو اختاروا وقتكم اللازم، كونوا حذرين 2021 كانون الثاني يناير. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت، انا برج القمر برج القوس ما كتير مريحني لكم لانه ما بيساعدكم الشمس، ما بيساعدكم، فهذا القمر برج القوس مثل العصب الدوليب، لما بيروح القمر لبرج الجدي رح ترتاحوا ونوعا ما متنفس لكم لحتى تاخذوا اللي بدكم اياه. طبعا انا حاكي عن هذا الموضوع بالتفصيل اكثر ببرجكم الاسبوعي، اذا معكم لا تنطروا، اذا بدكم تنطروا بيكون افضل، انا محلكم بنطر لشو، لا عرض حالي لوجعة راس مع القمر برج القوس، برتاح بروح على برج الجدي بعمل اتصالاتي زياراتي بريح حالي وكون مرتاحة، خاصة 26 27 شباط فبراير 16 17 كانون الثاني أدار مارس. نختم مع مولود 5 و6 شباط فبراير، هيدي سنة مميزة، سنة كتير مهمة، هيدي سنة بتسمح لكم تتنقلوا تسافروا تغيروا وتدخلوا بشركات كبيرة بمجموعات كبيرة يمكن بمؤسسات كبيرة، سنة بتبينوا فيها بأحلى طلة وبتوصلوا إلى أعلى نجومية، إذا أنتم بتابعوا أعمالكم عندكم حوالي تقريبا سنتين لحتى تحققوا هذه الطموحات. بتمنى الجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.